طب ايه المسلسل او الفوازير او الحاجة المرتبطة بطفولتكم برمضان؟ الحاجة اللي رمضان التمثيلية بتاعت كذا او الساعة 7 دي على يعني بعد الفطار اللي هو مباشرة مسلسل ايه؟ الحاجة اللي المسلسل بتاع بعد الفطار ده كان يعني في مسلسل بعينه مثلا وعاشت بين اصابعي الشك يا حبيبي شجع محمود مرسي في شك يا حبيبي حبيب. صبري الفوازير كنت بتحبي فوازير نيلي ولا شيء نيلي ونقعد ده التلفزيون التلفزيون وفي كمان حاجه في الاذاعه كانت برضو بتبقى بتعجبني قوي برنامج تسالي كان بيذاع برضو في رمضان الدنيا هي الشابة وانت الجدع ناس جوهر تشوف رشاقة ودك تعبودك لكن انت لو بصيت لرجليك توقع عادي ربنا يخليك يا استاذ هشام وكنت بحب كمان برنامج ضيف على الفطار بيجيبوا الضيف من قبل الفطار فيعيني بقى يتعذب ويجي في المواصلات ومش الناس كلها نايمة الا هو يخش التلفزيون يقعد من الساعة 4 بتحب ايه بتاكل ايه يا الله يرحمها امال فهمي استاذه امال فهمي على النصية لا ما هو ضيف على الفطار اعتقد كانت مش عارفه كان مين اللي بس الناس جوه اللي كانت بتقدمه معاها راجل محي محمود يعني. امام عمر امام عمر ايوه الناس جوه وجا في ضيوف كتير قوي مهمين انا قعدت اتعمل سنتين وبعدين المدفع يضرب يقول لك الوجبه دي مع كذا يقعدوا ياكلوا الضيوف كانوا يجوا كان رعايه وجبه معينه محل اكل كان سهل انك تجيب ضيوف لانه ما فيش ضيف كان بيشترط كان بيشترط انه ياخد فلوس خلي بالك ما كانش طلع الموضه دي